السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهاردة عايزين نعمل اعادة تدوير لشوية حاجات. طبعا كارما وايسل مسكوا العروسة دي شدوها كده، بصوا بقى منظرها ازاي، طبعا اتدمرت خالص. وطبعا العروسة دي جردوها من كل ملابسها، فعايزين نعمل لها فستان مع بعض. وطبعا دي هحاول ان انا احط لها فايبر. هنحاول نعمل شوية تظبيطات، بس هنبدأها بفستان حبيبة. طبعا الفستان ده كان بتاع حبيبة وصغر عليها، فانا قلت اعمله حاجة وفكرة لايه، لايسل. فاحنا عايزين نشوف بقى هنعمل مع بعض. بصوا الفستان شكله عامل ازاي، فلازم افكه لاني سوستته ضربت وهي ما بتلبسوش بقالها كتير، فقلت خلاص انا ايه هعمله لايه للاولاد الصغننين. فانا طبعا اول ما هبدأ هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدأ نقص ايه الفستان، نطلع الكمام بتاعته اهو. بصوا الفستان اهو، اي فستان عندك قديم ممكن تصغريه، حتى لو عندك انتي. انا بعمل الجاكيت الترنج بتاعي بعمله ترنج للاطفال. بصوا هنعمل ايه، هنخلص الكم من بعضه نطلعه كده. ايسل معايا طبعا منتظرة تلبس الفستان. تعالي يا ايسل اقعدي هنا. ماشي، انتي طالعة صوري لهم بعض. انا كده هنا يا تيتا. ماشي اهو، احنا زي ما انتوا شايفين ايه احنا بنعمل الكمام، بنطلعها اهو. روحي خدي. طبعا خلصنا الكم من الفستان، فهو الفستان كفستان كبير على الاطفال، فلازم هعمل فيه حردات. اول حردة هعملها ان انا هشيل مكان السوستة اللي ورا ده اهو. وطبعا هنا هو في ديكور من فوق كده من الرقبة، انا هحاول برضو ان انا ايه اظبطه، بس هاخد من الفستان ما يعادل اللي انا قصيته ده عشان يبقى على قد البنوة. تمام، طبعا كده هعمل حساب الخياطة كده. تمام، فهضطر ان انا من هنا ان انا افتح الجناب دي عشان لما اقصها ما اقصش من الظهر. تمام، انا القص اللي عندي هقص منين؟ من قدام. تمام، برضو فيما يعادل اللي خدته من الظهر ايه اللي ورا كده. الفستان بقى معانا اهو، صغرنا زي ما احنا عايزين عشان يبقى على قد ايه البنوه. تمام، طيب احنا كده خلصنا القطعه اللي فوق، وطبعا الكمامه اهي هحاول برضو ان انا اظبطها بحيث ان هي تبقى المقاس اللي انا عايزاه. بنتك كبيره، بنتك صغيره، عندها سنه، حسب ما هو انت هتعملي الكم اللي انت محتاجاه. طبعا انا مش محتاجة اكتر من ايه ان انا اظبط واشيل الحتة اللي هي بتاعة الاوفر. تمام، يعني هو الكم هو هو، بس انا بشيل الحتة اللي هي بتاعة الاوفر اهو.
احنا النهارده بنعمل اعاده تدوير لكل ما هو قديم. تمام. ممكن شكل الكم برضو هيبقى كبير قوي على البنوته، ممكن اعمل فيه كده تعديل بسيط كده اهو، ان انا اخد منه برضو الحته دي كده هيبقى مظبوط اكتر اهو. طبعا واحنا بنخيط بيبقى فيه برضو تعديلات اكتر. طبعا الحته اللي انا شلتها هنا لازم اشيل ما يعادلها من الايه، من الكم التاني. تمام اهو كده الكمين والايه البلوزه بتاعه الفستان من فوق. طبعا معانا الوسط بتاع الفستان كبير قوي قوي قوي، فانا عشان اقص والقص يطلع مظبوط لازم اظبط من تحت زي ما انتم شايفين كده، هظبط من هنا وابدا اقص. طبعا ظبطنا تحت اهو، يبقى هنشيل من هنا المسافه اللي احنا مش عايزينها من الفستان. تمام اهو ده كده الوسط اللي تحت اهو. ممكن بالنسبه لينا نحس ان هو كبير شويه اهو، يعني ممكن اخليه بصوا ممكن يبقى كده. شايفين ممكن يبقى كده، واشيل منه بس مثلا الحته دي كده على اساس ان هي مكان السوسته وملوحه شويه. احنا طبعا هننقل على المكنه ونشوف هنعمل ايه، بس احنا بنحاول نظبط القماشه معانا عشان اما نشتغل عليها بصوا هتبقى بالشكل ده اهو. هندي طبعا الكسر اللي احنا عايزين نديها اهو. اهي كده ونبدأ نطلع الجزئية بتاعت الفستان اللي احنا هنركب فيها القطعة التانية اللي هي بتاعت السوستة. بصوا هنظبطه كده هيبقى كده وبالمقاس ده. تمام. طبعا هنركب بقى فيه الكمام وهنظبطه مع بعض، ولو احنا احتاجنا من القماش ده هناخد هو الكمين اهم، وده هيبقى زيادة. طبعا هنظبط ده وناخده ايه على المكنة اهو، الحاجة الاولى اللي خلصناها مع بعض. طبعا لو عندك عروسة بالمنظر ده هتعملي فيها ايه؟ طبعا اول حاجة هنبدأ بيها ان احنا هنشوف العروسة دي محتاجة ايه. طبعا هي محتاجة كل حاجة، هما شدوها قصاد بعض، فانت بتشوفي العروسة بتاعتك محتاجة ايه. طبعا انا ما اقدرش اغسلها وهي بالمنظر ده علشان الفايبر بتاعها هيطلع بره ويسيبها، فهنحاول نلمها بالإبرة والخيط. هتشوفوا هنعمل ايه علشان لو عندك عروسة لبنتك بايظة حاولي تظبطيها لها وتشغليها وترجع جديدة معانا. هنشوف بقى دلوقتي. طبعا هما كارما وايسل شدوا العروسة قصاد بعض وخلوها يعني بلا جسم، فاحنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا هنروح مخيطين الحرف ده. بصوا هي رجليها اصلا مسلوخة يعني رفيعة جدا اهو،
احنا هنحاول ايه نلم الجسم ده على قد ما نقدر. انا ممكن كنت اعملها على المكنة بس حبيت اوري اللي هم عندهم حاجات بايظة ان احنا ممكن نعمل على ايدينا اي حاجة. بصوا هنلمها بس لم كده اهو زي ما انتم شايفين كده اهو عشان نقدر نحشي الايه العروسه. طيب عايزه المها بحيث ان ايه ده يبان ان ده الضهر. انا بلم طبعا من على الوش تمام. الحته بقى الاخيره ديت هثبت عليها قوي علشان العروسه ما تتقطعش تاني بالمنظر ده، لان طبعا شغل الحاجات الجاهزه دي بيعملوها مجرد ما العيل يشدها خلاص تبوظ عشان تروحي تشتري غيرها وغيرها، وطبعا ما لا نهايه. تمام هنعمل برضو الناحيه التانيه، بس في الحاله دي ان احنا الناحية التانية دي هنحاول نحط الحشو فيها عشان اقفل على الحشو. طبعا بشوف الحاجات اللي ناقصة اهي. ماشي وهحاول احط برضو في الرجل الايه اللي طلع منها عشان لما اغسلها ما طبعا اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. حاولت ان انا ايه الم الرجل واحط لها وبرده الظهر اهي عشان تحاول نحاول نعدلها على قد ما نقدر. شكلي عاوز فايبر تاني. وهنا كده زي ما انتم شايفين انا بحاول اكمل الايه الفايبر اللي ناقص. هما بيعذبوا العرايس عندنا. بصوا اهو وهبدا بقى ان انا ايه اشوف هقفلها اهي. اهو كده ونبدأ نلمها كده. طبعا انا هحاول اعمل لها فستان عشان تتلم على قد ما نقدر. بصوا سهل جدا ان انت تصلحي العرايس القديمة، وهوريكي برضو نقدر نعمل لها فستان بأبسط الامكانيات والطرق اللي نلم بيها اي عروسة قديمة ونعمل لها اعادة تدوير جديدة. تمام كده زي ما انتم شايفين كده بصوا بقى ليها شكل خالص ما كانش ليها نهائي. هحاول برضو الم الايه الحتت المقطوعه
عشان لما اغسلها تبقى ايه مقفولة وما تطلعش منها الحشو بتاعها. انا حبيت اغسلها قبل ما نصور بس لقيتها بتطلع الفايبر بتاعها فما كانش ينفع. تمام كده قفلناها، عملنا لها عملية جراحية وقفلناها. عايزين بقى نشوف احنا هنعمل فيها ايه بعد كده. دلوقتي العروسة اهي، عايزين نشوف هنعمل فيها ايه تاني. طبعا رجليها ايه برضو مخلوعة هنخيطها، بس عايزين نشوف هنعمل لها فستان. يعني هي كده ايه مش نافعة خالص، وعايزين نعمل لها حاجة يعني تغير من معلمها شوية او حاجة. هنشوف هنعمل لها ان شاء الله فستان قصنن كده صغنن، ونقفله من الايه من هنا ومن الخلف. فحاول ان انا اغطي لحد ال اهي لحد اللي هو البوت بتاعها. يعني هناخد كده بصوا حتة صغنونة كده خالص عندك، يعني ممكن تتعمل وتغنيكي عن انك ايه تقصقصي حاجة كبيرة، يعني قصايص القصايص اللي عندك. تمام طبعا راس العروسة كبيرة ما ينفعش ان انا ايه اخلعها. فحاول ان انا اعمل لها فستان كده. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين كده انا بقفل الجنب ده عشان اقصه وافتحه من فوق اهو، عشان القماشة بتلف اهو. اخلص الجنب ده اهو عشان اما اخلصه اقدر افتح من هنا من فوق زي كده. ولما هفتح من فوق بقى هدخله في العروسة ونعمله زي فكرة الايه القميص كده. بصوا بنخيط اهو، بنخيط الجنب اهو. تمام لازم طبعا نثبت قوي عشان الولاد بيبقوا بيتعاملوا مع الاشياء بعنف كده. تمام اهو خلصت الجنب ده. عايزه اوريكم الفكره بس ايه هي لسه هخلص الجنب التاني. الفكره ان هي هتبقى كده ان احنا هنخيط طبعا الجنب ده والجنب ده، وهتبقى كده ونعمل لها حماله كده. بصوا الفكرة هتبقى ازاي. هحاول برضو ايه اما اضيقه من هنا كده اوريكو الفكرة هتبقى ازاي. بس طبعا انا دلوقتي هخيط الجنب التاني اللي هو ده. بصوا حتة قماشة ملهاش لازمة خالص، هتغير شكل العروسة وكأننا اشترينا عروسة جديدة، وهي اصلا يعني كانت خلاص يعني مرمية في الزبالة. حاجة ما بتقعدش معاهم اسبوع او اسبوعين بالكتير وتترمي اهو. وطبعا زي ما انتم شايفين دي الحلية اللي انا هحلي بيها الاكسسوار بقى اللي هنحاول نحلي بيه الفستان اكتر اهو. بصوا ما حطيناش حاجة على المكنة خالص اهو،
بنعمل على ايدينا. برضو الرجل كل شوية تتشبط فيها. طبعا على قد ما انا هاخد وهزود حتة اللي هي الحتة بتاعت اللي هتني بيها اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي عندي بقى ايه احتمالية ان انا ايه دلوقتي هلبسه مثلا العروسة كده. تمام، عايزة اعمل الايه الحمالات بتاعته، بس طبعا لازم يعني اجون شوية في الخياطة كده. بالتقريب كده هعملها هنا مثلا، اخش شوية كمان اهو، وابدأ اخد الايه الحرف بتاعنا ده اثبته هنا اهو عشان اعملها كحمالة اثبت بيها. وهنا زي ما انتم شايفين كده احنا بنخيط الايه الحمالة التانية بتاعت الفستان اهو، هثبت عليها تاني وقيس النايمة مستنية العروسة والفستان. تحبي ديتا يا ايسل؟ ماشي. طبعا ايه هنحاول نعدي الرجل الضخمة دي من الفستان اهو، ما كانش ينفع اعمل فستان غير كده لان اللون الاحمر هو لون الرجل والشعر وكل حاجة، فهحاول ان انا ايه اظبطها كده. بصوا اهي، واخيط من الناحية التانية اهو كده، وهيبقى الفستان كده. طبعا هحاول ان انا ايه اثبت من ورا اهو، المفروض بصراحة خيط الفستان معاها عشان ما يخلعوش، وعشان جايبه لهم غساله فعايزين كل العرايس مقلعينها عشان يغسلوا في الغساله. فين الغساله يا ايس؟ فين الغساله؟ طب روحي هاتي الغساله اللي فيها الهدوم بتاعه العروسه. عسل يا عسل، حاضر. بابا مين رد علي؟ ردي انت. ماشي ماشي. بص اهو هثبت برضو الايه الحمالة التانية انا شايفة اه هاتيه. شايفين؟ بصوا شكل الفستان بقى لما قرب يخلص اهو. خلاص كده اهو ثبتناه. لا لا سيبيها، دي بتاعت جدو.
بص بقى، احنا ممكن نثبت، ناخد حته كده اهي ونثبتها، ونثبتها على انها الايه، الحزام، عشان تعدل المنظر معانا جدا. المنظر هيختلف خالص. يا ايس تمام. بصوا بصوا الشكل بقى عامل ازاي اهو. شايفين الشكل اهي تمام. هنا زي ما انتم شايفين كده تمام اهو، بنظبط الكمام مع بعضها مصممة تقطع. وهنا طبعا زي ما انتم شايفين كده انا عملت كم، وده التاني اهو. المكنة ما رضيتش ابدا تخيط على الخيط الغامق، فاضطريت ان انا احولها على الابيض اهو، وعملنا الكم التاني. طيب هنا بقى طبعا هحاول ان انا اقفل الايه، الجناب، هاخد الايه، الكتف كده تمام. كمين اهو. طبعا هنا دي بقى حاجة مختلفة، اللي هي ايه بقى، ان انا هاخد الديل مع بعضه هقفله اهو، الديل مع بعضه هقفله اهو، عشان ابدأ اشرب الديل مع بعضه على فكرة. دفعة الالف توكة لو فاكرينهم عجبت الناس جدا، ودلوقتي شكلهم عايزين الالف التانية. طبعا انا عملتهم فرقتهم في العيد، ودلوقتي الناس عايزة توك تاني، اللي خد قال اللي ما خدش، وعايزين توك تاني. وانا حاول برضو، شايفين شكل الفستان اهو، هحاول اوريهولكم اهو، الفستان بدأ يظهر اهو، شايفينه، بصوا بدأ يظهر. هعمل ايه بقى هنا، هحاول ان انا اشرب الكشكشة بالكسكسة.
الخشب زي ما كانت في الفستان الاول. بصوا بحاول اشوف برضو عدلة الكشكشة وامشي عليها. طبعا الجاهز لا يغلى عليه، يعني كان جاهز، انا بحاول ان انا ايه يعني استهله الفن تاني اهو. التشريبة كده اهو، ندي الطاسه دي والطاسه دي. شايفين كده ايه، تممنا شكل البريسيه اللي كان في الفستان الاكبر اهو اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا الوصلة فين اهي الوصلة اهي، يبقى الفستان هيبقى كده. طبعا هحاول ان انا ايه اعمل له السوسته، وهنا زي ما انتم شايفين كده بنركب الايه السوسته. الفستان بتاعنا زي ما انتم شايفين كده، حاسه ان هو وسطه يبقى ضيق يظهر قصينا جامد. هو ينفع لكرمة بقى، هحاول اوسع فيه سنه. بقى نركب الايه الكمام اهي، كمان دلوقتي ممكن لو عندك فستان بتاع بنتك الكبيرة او بتاعك انتي تصغريه لحد صغنن عندك، هو نفس التظبيطات برضو، يعني هي انتي تشغلي برضو الخياطة القديمة على قد ما تقدري. اديله كشكشة بقى عشان ايه اشربها الزيادة دي، اشربها مع الكم.
اللي ركب. بصوا الديكور اللي على الصدر برضو ما شلتهوش، هو بتاع الشكل الاولاني اهو. طبعا السوست اهي ونقفلها. بحاول برضو اركب الكم التاني عشان يظهر اكتر، وعشان طبعا ده راكب وده مش راكب اهو. هنركب الكم التاني اهو. لازم بصوا نعدل الكم وندخله ونخيط بالمقلوب. هركب الكم التاني وارجع له. وهنا زي ما انتم شايفين كده بنركب الوسط بتاع الفستان، وهنحاول نكشكش فيه الزيادة لان هيبقى فيه زيادة كتيرة جدا، هنحاول نكشكشها ونشربها مع الفستان. المرحلة الصعبة ان انتوا تنشئوا فستان من فستان، بس في الاخر بتبقى يعني ثمرة حلوة، ان انتي حاجة كنت مش هتستعمليها خلاص، وبعدين كأنك اشتريتي حاجة جديدة يعني كده. نحاول نشرب الزيادة يعني هيبقى فيه زيادة كتير، هحاول اعملها زي البليسيه كده اهو. عشان ادي كسرة كمان، لان الكسرة دي مش كفاية والفستان فيه زيادة جدا اهو. احاول اشبط في دي عشان نشوف شكل الفستان هيبقى عامل ازاي. الفستان بدأ يظهر اهو. بس في حاجة بقى كمان عايزة اعملها معاكم، طبعا العروسة بتاعت ايسل، طبعا العروسة بتاعت ايسل اهي، هنحاول نعمل لها فستان هي كمان، وهحاول اتنولها انا كنت ممكن اتنهولها على مكنة الاوفر،
كده بتني بالمشقلب، بس مش مشكله في سبيل ان انا ايه ما اخليش الحرف مشرشب. وهو فستان للعروسه اللي كبرها معاهم يومين. كده هحاول اظبط حاجه تانية عشان اشوف بقى هنعمل ايه في الفستان بتاع عروسه ايس. طبعا العروسه اهي قدامكم اهي، هنحاول ناخد لها فستان ونكشكشها. طبعا هجيب برضو حتة من القماشة التانية دي، هفتحها كده مش مظبوطه، هنحاول نظبطها. عشان نعمل صدر الفستان بصوا الفكره اللي انا قصدي اعملها. طبعا الفستان هيبقى كده، هنحاول نكشكشه اكتر كمان. طبعا هناخد مقاس العروسة ماشي حبيبتي، نحاول اقفله من تحت لكن من فوق مش هينفع اقفله عشان هدخله من القطع اللي فوق. تمام، هنا بقى دلوقتي ايه هقفل الوسط. واحاول اظبط ده على ده، يعني ده طبعا بصوا مش مظبوط، هحاول ان انا اظبطهم على بعض. اقعدي ايسي لعبة مع ملك الفستان حب. بحبك وانا كمان بحبك قوي. جميل، بابا جميل وماما جميلة وكله جميل. ماشي اقعدي على السرير بقى، اجي البسك الفستان انتي والعروسة.
ماشي. حاضر هلبسك. بص بقى احنا بنحاول نظبط الايه. ماشي حبيبتي، انتي عسولة يا عسولة. احنا دلوقتي بنحاول نلم الفستان بتاعنا اهو. بقيت طبعا هي الفستان صغنن فمش سهل يلف على المكنة، بنحاول نلفه على قد ما نقدر. عشان هو صغنن قوي صغيرة قوي، وبتلف كل شوية بتقطع الفتلة بتاعة المكنة. يعني شكلي كده هكملها على ايدي، لان انا بجد يعني تعبت منها، صغننة قوي وعمالة تتشبط في الفتلة وبتقطع الخيط بتاع المكنة. فانا هحاول ان انا اعملها على ايدي اهو. خيطها على ايدي بقى وخلاص. الابرة اهي كده، اسهل كتير من المكنة عشان الدايرة صغرت قوي على قد وسط العروسة، فصغرت قوي. كنت بحاول ان انا اخيطها بس مش نافعة، كل شوية تقطع اللطمة بتاعت المكنة. تمام. طبعا كل الحاجات دي عايزة تتعمل بالاوفر، بس الاوفر عايزة الضم اللضمة اللي فيها. لما بيكونوا الاولاد عندي بيبهدلولي الدنيا بصراحة. دلوقتي بقوا من المكانتين عايزين يتلضموا. طبعا ايس المدمرة العروسة بتاعتها ومخلياها مش عارفة لها وش من ظهر اهي. هحاول ان انا ايه البسها. بصوا وقفل الظهر بتاعها، شغله فستان وضيقه زي ما انا عايزه اهو. شايفين؟ طبعا ده بنتحكم فيه التضييق والحاجات دي من ايه، بالخيوط اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الفستان هيظهر، بس عايزه الضم بخيط ابيض عشان ما يبانش زي الاحمر ده. هحاول افكه واعملها عروسه صح. وطبعا اول ما ايسن مسكت العروسه الفستان اتخلع على طول في ثانيه، فقلت خلاص اعمل له ايه حته من السوسته القديمه اهي، اعملها له زي حمالة كده ونشبطها فيها. علشان الفستان يتشعلق في رقبة العروس وما يخرجش ابدا. بصوا الفكرة اهي،
ان احنا ما نخليش الفستان يتقلع خالص. بصوا الفكرة، اهو خيطنا طبعا الفستان. في حاجة كمان عايزة اعملها، شعرها طبعا هيبقى كده منكوش كده دايما، هنحاول نلمه. هنحاول نلمه نعمل له اي ديكور. الابره بس طبعا اهي العروسة قدامكم، هي قاعدة هتتجنن عشان تاخدها عشان تقضي عليها، بس ايه انا بحاول اظبطها قدامكم. هي خايفة تقرب عشان الكاميرا، وبقول لها احنا بنصور. هثبت القطعة دي، هعمل للعروسة زي ايه تربونة كده بسيطة عشان اثبت شعرها وما خلوش يتخلع وتبقى قرعة زي بقية العرايس. اهو بصوا الهدف، بس ان بصوا الشكل هيبقى حلو قوي اهو، وانها تبقى لابسه التربونه من نفس اللون الفستان. طبعا انا هحاول اخيطها في شعرها عشان ما تطلعش اهي. والله عجبتك، يا رب تحافظي عليها يا ايس. حاضر حاضر. البطلون قطعة جديدة، البطلون جديد البطلون دي بتاع العروسة؟ اه. حاضر. طبعا احنا عايزين نعمل لها زي اكسسوار او حاجة، عمالة افكر اعمل لها ايه. هحاول اخد الاكسسوار دوت اثبته على الوسط بتاعها عشان ارفع الفستان شوية، وفي نفس الوقت يكون شكل الحزام كده. بصوا بصوا قالت ازاي، شايفين؟ هحاول اعمله لها على شكل حزام بفيونكة اهو. وعملنا اعادة تدوير للهدوم القديمة، وهوريكم بقى الفستان بعد ما يتلبس هيبقى شكله ايه. وهنا ايسل اهي لبست الفستان. حلو يا ايسل الفستان، وعروستها كمان لبست، وعروستها التانية لابسة نفس اللون بتاعها اهي. شايفينها؟ شايفينها عن قرب، العروسة الصغننة والعروسة الكبيرة والعروسة الاكبر بقى اللي هي ايسل بالفستان. اتمنى يعجبكم، اتمنى يعجبكم، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، مع السلامة، باي باي.